محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية أقول سيدي يا صاحب الزمان، في أي مكان وفي أي بقعة حللت الآن، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم تعالوا معي أيها الأحبة، أينما كنتم وفي أي بقعة حللتم، تعالوا يا عشاق الحسين، يا أحباب الحسين، يا عشاق قمر بني هاشم، يا أحباب زينب، يا أحباب رقية، يا أحباب سكينة، تعالوا معي بقلوبكم المنكسرة، بأرواحكم التواقة للزيارة وللوصول إلى قبر سيد الشهداء عليه السلام. تعالوا معي لكي نسلم على إمامنا وسيدنا وقائدنا، إمامنا الغريب المظلوم الشهيد المذبوح. تعالوا معي أيها الأحبة كما في كل ليلة، لنحلق بأرواحنا حول ضريح الحسين وحول قبة الحسين، نعبر عن شوقنا وحبنا وولائنا وحزننا على ما جرى على سيدنا ومولانا. بهذه العبرات وبهذه الدموع وبهذه الأحاسيس، تعالوا وابدأوا السلام على إمامنا المظلوم الغريب الشهيد أبو عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، وقولوا معي: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا غريب كربلاء، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، السلام عليك سيدي وعلى الملائكة الحافين حول قبرك الشريف، السلام عليك وعلى الأنبياء الصاعدين النازلين لزيارتك، السلام عليك وعلى كل زائر حل بأرضك عاشق، السلام عليك وعلى قلبك وصدرك، السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله من قلوب عاشقة ومن قلوب مشتاقة ومن قلوب حزينة ومن قلوب متألمة، السلام عليك من عيون تبكي على مصابك ليل نهار، السلام عليك وعلى أرض كربلاء، السلام عليك وعلى الغاضريات، السلام عليك وعلى الطفوف ونينوى، السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله وعلى أخيك الشهيد المظلوم المسموم، السلام عليك وعلى إمامنا الحسن الزكي المجتبى، السلام عليك سيدي وأنت تنظر إلى حاله وترى أثر السم على جسده، السلام عليك وأنت جالس أمامه تنظر إليه يفيق ساعة ويغشى عليه أخرى وهو ينظر إليك ويقول لك: يا أبا عبد الله، لا يومك يومك يا حسين،
لا يومك يومك يا حسين، لا يومك يومك يا أبا عبد الله. تنظر إليه وهو يعالج سكرات الموت بعد أن سمته تلك اللعينة جعدة بنت الأشعث، فسر السم في جسده وأخذ ذلك السم يقطع أحشاءه، يمزق أمعاءه، وأنت تنظر إليه تبكي على مصابه. السلام عليك وعلى قلبك الصبور في هذه الليلة، السلام عليك وعلى قلبك المتفجع على مصاب أخيك وعلى الظلم الذي جرى عليه بعد أن حاربوه وهجموا على فسطاطه يريدون قتله وطعنوه. السلام عليك وأنت تودع إمامنا الحسن في هذه الليل، تودعه مع العباس عليه السلام، تودعه مع محمد بن الحنفية، تودعه مع زينب، وأنتم تنظرون إليه وهو بتلك الحالة ينظر إليكم واحدا واحدا، يودعكم، يتزود منكم. ساعد الله قلبك سيدي يا أبا عبد الله. في كل ليلة نبكي على مصابك، ولكن في هذه الليلة جئنا نبكي على مصاب إمامنا الحسن معك، نبكي على مصاب إمامنا المظلوم المسموم، نبكي على مصاب إمامنا المظلوم الغريب، نبكي عليه معا سيدي. واسمح لنا بذلك كي نواسيك ونعزيك، فإمامنا في هذه الليلة يعتصر قلبه الألم من أثر ذلك السم الذي سقي من قبل تلك العينة. سيدي أبا عبد الله، السلام عليك وعلى قلبك وروحك، السلام عليك وعلى كل دمعة تذرف الآن في حضرتك، السلام عليك وعلى تلك القلوب المتعلقة بأرض كربلاء والراغبة في زيارتك، والتي الآن تنادي وتبكي وتقول: وإماما ومسموما وإماما وحسنا وإماما وغريبا. أي المصائب نبكي سيدي؟ نبكي لبكائك أم نبكي لبكاء الحسن إمامنا الحسن لما يجري عليك وهو ينظر إليك ويتذكر ما أخبر عن كربلاء وما يجري فيها على أخيه الحسين بن علي؟ يعتصره الألم صحيح، السم مزق أحشاءه نعم، ولكنه يبكي لمصابك يا أبا عبد الله، يبكي لمصابك. عندما يراك متألم يقول لك: يا أبا عبد الله هونا عليك حبيبي، هونا عليك يا أخي، فلا يومك يومك يا أبا عبد الله، لا يومك يومك يا أبا عبد الله. ساعد الله قلبك سيدي في هذه الليلة التي نودع فيها إمامنا الحسن الصبط الأول والخليفة الشرعي الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله، نودعه جميعا.
ثم سيتصل أولئك الأحباب لكي يعزوك ويواسوك ويقولون لك: عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله بمصابنا بإمامنا الحسن الزكي سلام الله تعالى عليه. أيها الأحبة، ثم تعالوا معي لنسلم ونواسي ونعزي قمر بني هاشم أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه. توجهوا بقلوبكم بأرواحكم وقولوا للعباس بن علي: السلام عليك يا قمر العشيرة، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك وعلى عينيك، السلام عليك وعلى كفيك، السلام عليك وعلى هامتك المفضوخة بالعمود، السلام عليك يا قاضي الحاجات، السلام عليك أيها العطشان المظلوم، السلام عليك وعلى عطشك حينما وقفت على ماء الفرات فأبيت أن تشرب وقلت: هيهات أن أشرب لذيذ الماء وأخي أبو عبد الله عطشان، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما ذاك فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، السلام عليك وعلى قربتك، السلام عليك وعلى جودك، السلام عليك وعلى كرمك يا أبا الفضل، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين حول قبرك الشريف، السلام عليك وعلى زوارك المحيطين بضريحك وبصحنك وبين الحرمين، السلام عليك وعلى كل قلب باك لما جرى عليك، السلام عليك وعلى العيون الباكيات عندما رحلت عنها وهي تنادي وعماه، السلام عليك وعلى قلبك الصبور في هذا اليوم وأنت جالس عند مولاك الحسن بن علي تنظر إليه وتنظر إلى حاله. لقد كنت مع الحسين عليه السلام، كنت جالسا وحاضرا عندما طرق الباب فقال الحسن سلام الله عليه: من الطارق؟ قالوا: هذه أختك زينب تريد أن تسلم عليه. فقال: أخي حسين، نحي ذلك الطشت كي لا تراه أختي زينب فتتألم، ذلك الطشت الذي تقيأ فيه الإمام الحسن أمعاءه، نحيه يا أبا عبد الله كي لا تراه زينب. لماذا سيدي؟ لأنه يعلم أن ما سيجري عليها أعظم وأعظم، لا يريدها أن تتألم من الآن، فما سيأتيها كاف سيشيب رأسها مما تراه أمام أعينها. السلام عليك سيدي يا أبا الفضل، ويوم غد سأتحدث كيف ودعت إمامك الحسن وكيف شيعته وبأية حالة. السلام عليك وعلى كل قلب منكسر
لمصابك ولمصاب إمامنا الحسن في هذه الليلة. السلام عليك سيدي ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجتبى بن علي بن فاطمة بن رسول الله. الأخت فاطمة سلام الله تعالى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعز الإمام صاحب العصر والزمان باستشهاد الجد الإمام الحسن المجتبى سلام الله المهدوم القبر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار. وويله. ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتك. إلهي آمين. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه قطيع الكفين وعلى أخته الحوراء. يا مولاي الحسن، تقول للإمام الحسين أبعد الطفل عن زينب لكي لا تراه، فكيف ترى أخوها؟ يا حسين وا ويلها.
وويله ومصيبته. إلهي لا تحرمني من الحسين، إلهي لا تحرمني من الحسين. يا بالصانع وينك يا بالصانع وينك يا مولاي يا صاحب الزمان، طالت الغيبة يا مولاي. شكر الله مواساتك، عظم الله أجرك إن شاء الله. هنيئا لكم، هنيئا لكم هذه العبرات، هنيئا لكم هذه المواساة، تدخلون السرور على قلب فاطمة سلام الله تعالى عليها بمواساتكم بعزائكم. شكر الله سعيكم، شكر الله عزائكم. أيها الأحبة، شيخنا نسجل اسم وداد زرارة زرارة. بلي تفضلوا. وداد وحنان. بلي تفضلوا. واشكر الله واشكر الامام الحسين ان عادكم لنا كل سنه، وان شاء الله تجمعون علينا كل سنه وكل عام. جزاكم الله خير. ويحفظ قناه الامام الحسين ويحفظكم وما يحرمنا منكم بحق هو الحسين. جزاك الله عني كل خير، من نعم الله سبحانه وتعالى اني عدت في هذه السنه لاكون بخدمتكم مره ثانيه. شكرا الله وعدنا بتوفيقكم والحمد لله والشكر. جزاكم الله عني كل خير، الله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله، شكرا لاتصالكم، الله يسلمكم ان شاء الله. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا وبالخصوص الأخت علياء من بغداد سلام الله عليك. سلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لك الأجر علياء. عظم الله أجوركم بمصاب سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين والإمام الحسن سلام الله عليه والإمام أبو الفضل العباس، ونعزيكم في هذا اليوم ونعزي كادر. عظم الله لك الأجر إن شاء الله. سلمي على المولى سلام الله تعالى عليه. تفضلوا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك يا جبل الصبر زينب ورحمة الله وبركاته. وشيخنا أتمنى سجل مهند وزينب عباس. ألو عفوا لا أسمع. إذن أيها الأحبة، عظم الله لكم الأجر جميعا بداية، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقني أن أعود إليكم من جديد. الأخت زهراء من الكويت تفضلي سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ببلائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. إلهي آمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على قطيع كفين أبي الفضل العباس، السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل نسألكم الدعاء أن يكتب لنا في هذا العام زيارة المولى عليه السلام وفي كل عام، وشكرا جزيلا. إلهي آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لك أخت زهراء ولكل المؤمنين في كل مكان أن يوفقهم لزيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، أن يكونوا هنا في القريب العاجل إن شاء الله، يكونوا بين الحرمين، وأن يزوروا ويطوفوا ويحجوا، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى تستجاب لهم الدعوات ببركة الغريب
المظلوم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. وأيضا لا بأس أن أنقل لكم بعض الكلمات التي وصلت على الواتساب. يقول: أتمنى بحسينيتك مماتي، عاري وباللطم تخلص حياتي، يا ريت بسوادي جفنوني، وبوادي الطفوف يطوفوني، براك المخيم يدفنوني، وكون من العطش تذبل شفاتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لكم الله شفاعة مولاتي أم البنين وأنتم كذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم. الأخ علي من ميسان سلام الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام يا نور عيني. عظم الله أجرنا وأجركم. عظم الله لك جزيل الأجر. سلام الله تعالى عليك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. أسمعك علي تفضل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العطار قضيع الكفين. السلام على الحوراء الزين. سلام الله تعالى عليهم جميعا. أي مشاهد العصر والزمان هذا المكاوي السلم مصاب الإمام الحسن المسلم سلام الله تعالى المسلم بسم الله أن يوفقنا ويوفق إجابته لك الدعاء. الله يحفظك ويرعاك يا علي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي لك كل حاجة، كل حاجة في قلبك إن شاء الله تدعو بها في هذه الليلة. أسأل الله سبحانه لك ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله في كل مكان، كل من يدعو في هذه الليلة، ويجعل الإمام الحسن المجتبى هو الواسطة، وإمامنا روحي فداه وباب الله الذي منه يؤتى. فادعوا الله أيها الأحبة أينما كنتم، اسأل الله سبحانه وتعالى بحق المظلوم الغريب إمامنا الزكي المجتبى سلام الله تعالى عليه. اسألوا الله هذه الليلة بقضاء حوائجكم، واجعلوا إمامنا سلام الله تعالى عليه هو الواسطة بينكم وبين الله، واقسموا على الله واقسموا على الله، وقولوا اللهم أن نقسم عليك بمظلومية إمامنا الحسن المجتبى إلا ما فعلت كذا وكذا، فهو أهل وله شأن عظيم، فهو إمامنا وهو وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. الأخت زينب من بغداد سلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. عظم الله أجركم بهذا المصاب، مصاب سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن عليه السلام، ونعزي ونعزي أخوه سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. بارك الله فيك. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا جبل الصبر زينب عليها السلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ونرجو منك شيخنا يا رب يحفظك ويحفظ الكادر، والله احنا أهل بغداد مشوقين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، إن شاء الله إن شاء الله نجي إن شاء الله، وإن شاء الله على الموعد. وإحنا هذيك السنة هم أنا سجلت أسامينا وحضرنا هناك إن شاء الله. الحمد وشكر الله. الحمد وشكر الله. إن شاء الله هذه السنة أيضا تزورون إن شاء الله. وممكن نسجل اسم خالي أحمد إن شاء الله. ويعني واقع مشكلة، وإن شاء الله يا ربي بحق الإمام الحسين إن شاء الله ينجو منها. إلهي آمين. بحق محمد وآل محمد بارك الله فيكم. وإحنا ما ننساكم بالدعاء يم الإمامين الجوادين. جزاكم الله عني كل خير. هنيئا لكم المجاورة، هنيئا لكم مجاورة إمامنا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا لكم هذا البرنامج، يا ربي يحفظ أنفاسكم. الله يحفظكم ويرعاكم، هذا أقل الواجب تجاه شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليهم. فأنا والكادر نحن خدام لشيعة مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، نحاول أن نوصل هذه الأصوات المباركة لمرقد مولانا الحسين سلام الله تعالى عليه. نحمل هذه الأشواق وهذه المحبة بأصواتكم الطيبة الطاهرة وبأسمائكم العطرة النيرة، أن نرسلها إن شاء الله في نهاية هذا البرنامج عندما يكتمل بإذنه تعالى، وأنتم ونحن على ولاية أمير المؤمنين نرسل هذه الأسماء بين يدي الحسين سلام الله تعالى عليه، وهو يتولاها إن شاء الله ويقضي لكم هذه الحاجات. هدفنا أن نوصل
هذا الصوت المبارك للحسين سلام الله تعالى عليه. الأخت زهراء من بغداد سلام عليكم. سلام الله عليك. سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أنا زهراء من بغداد سجيت اسمي. بلي تفضلوا. نعم. هل تزور الحسين؟ تفضلوا. نعم تفضلوا. هلو. أسمعك زهراء تفضلي سلمي على المولى سلام الله عليه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. سجل اسمي في دول. نعم تفضلوا. أسجل اسم زهراء. نعم. من بغداد. نعم سجلت. الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. مشكور عالي مشكور. الله يسلمكم هنيئا لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أينما كنتم في كل مكان أن توفقوا لزيارة المولى في القريب العاجل إن شاء الله. تأتون إلى هنا تجلسون بين الحرمين تزورون تطوفون تدعو الله سبحانه وتعالى لإخوانكم لأهلكم لذويكم للمجاهدين المقاتلين المرابطين. الأخ أبو إبراهيم من واسط سلام الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا عظم الله لك الأجر. عليكم السلام يا نور عيني. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام على أبو فضل عباس. السلام عليكم يا المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليكم جميعا. شيخ ما عنده مشاركة. تفضلوا مولاي تفضلوا. ممكن الله يخليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. غربة وصحي الصوت ريحني يا موت كافي قهر كتلتني الهموم وبعيني مرسوم قاطع النحار بغربة وصحي الصوت ريحني يا موت كافي قهر كتلتني الهموم وبعيني مرسوم قاطع النحار انتخيتك وانت ما تسمع نخوتي بكربلة تمنيت الفيني ويخوتي أريد اليوم سمع عيلنا قصوتي قبل ما أشوف شمير ردك يموتي ما عندي وليان بخيام نيران وين المفار قتلتني الهموم وبعيني مرسوم قاطع النحار مأجورين عظم الله لكم أجر شيخنا إن شاء الله. عظم الله لك الأجر يا أبا إبراهيم. العمو أكرم الله يحفظك يا أبا إبراهيم. جعلك الله ناعيا للآل الكرام إن شاء الله. نور الأسد من بغداد سلام الله عليك. سلام عليكم. ألو. سلام الله عليك. عظم الله أجوركم. عظم الله لك الأجر. نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ونعزي الإمام الحسين ونعزي أبي الفضل العباس استشهاد سيدي مولاي الإمام الحسن عليه السلام وعزي السيدة زينب عليه السلام وعزيكم يا كادر الإمام الحسين يا رب يحفظكم إن شاء الله. حياكم الله. بدين بركات محمد وآل محمد إن شاء الله. إن شاء الله مشارك وقلدك الدعاء والزيارة ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل عباس وعلى العقيلة زينب وعلى حبيب ابن مظاهر الأثري ورحمة الله وبركاته. أقول حزني حزني حتى على جروح وكت ماي واشفى آل النبي بعازت وكت ماي ما سمعته وما سمعته بحديث الله وكت ما قال لجل الخمسة خلقت البريء
أقول أنا المفجوعة بأهلي والوقت ظلماي، غريبة كل شو داري صبح ظلماي، حتى من البكي بعيوني ما ظل ماي، فقيت القاع دم وماي بالغابرية. أقول أنا زينب فشلة أمشي بدواوين، وبت علي وصيت أبويا، وبت علي وصيت أبويا دوا وين جرح قلبي وين القيلة، دوا وين الظهور القائم يشفى الجرح بي، الظهور القائم يشفى الجرح بي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر، شكر الله سعيك، عظم الله أجرك، وشكر الله سعيكم يا شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، عظم الله أجوركم وأنتم تنعون وتبكون على مصاب إمامنا الحسن الزكي المجتبى سلام الله تعالى عليه، وتواسون إمامكم الحسين سلام الله تعالى عليه وأخته الحوراء زينب وأبو الفضل العباس، وفي هذه الليلة الأخت زهراء. تفضلي، سلام الله عليك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. عزيزي سيدي مولاي أبو عبد الله الحسين وأبو الفضل العباس، عزيكم بمصاب هذا المصاب استشهاد الحسن المجتبى، وعزي صاحب العصر والزمان هذه الذكرى الأليمة. خدمة شيخنا، إذا تدعي لي خدمة الحسين وسجل اسمي. خادمكم تفضلوا. نعم مشكور، إذا تدعي لي عندي الحسين إن شاء الله أدعو لكم بإذن الله تعالى هذه الليلة إن شاء الله. وأيضا لا بأس أن أقول بأن الأحبة الذين يرسلون على الواتساب فقط يرسلون الكلام، أرجو منهم أن لا يتصلوا. أنا أسلم على السيد حسين من لبنان، سلام الله تعالى عليك سيدنا وعظم الله لك الأجر، وصلت رسالتك. وأيضا الأخوة من العراق جميعا الذين يتصلون أقول لهم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ووصلت رسائلكم، وأنا إن شاء الله سوف أقوم بكتابة هذه الأسماء التي ترد على الواتساب، إن شاء الله سأنقلها على هذه الراية بإذن الله تعالى. عظم الله لكم الأجر جميعا أيها الأحبة، إمامنا الحسن المجتبى. نعم الأخت شهد من البصرة، سلام الله تعالى عليك. السلام عليك يا مولاي، يا أبا العبد، يا أبا عبد الله، يا أبا الفضل العباس، لقد طفت مطارة الأرض الذي بها دفنتم، أعزيكم أعز العالم الإسلامي بمصابكم وبمصاب الإمام الحسن المجتبى وعزيزة الإمام الحسين السيدة رقية عليه السلام. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، شيخنا لا تنسانا يا من الإمام الحسين. نعم أنا خادم لكم إن شاء الله، أدعو لكم بإذن الله تعالى. شكرا، الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. لكم وللجميع أيها الأحب أنا أوصيكم في كل ليلة من هذه الليالي الأليمة أن تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبكم بأرواحكم، أن تدعوا لإخوانكم في كل مكان، لا تكتفوا فقط أن تدعوا لأنفسكم بل أطلبوا أولا لإخوانكم، كما كانت تفعل مولاتنا فاطمة سلام الله تعالى عليها عندما كان يراها الإمام الحسن، تدعو ثم تدعو ثم تدعو، فيقول لها أماه ونحن، فقالت بني الجار ثم الدار. لذلك ادعوا لإخوانكم، ادعوا للمرضى، حملون الكثير من الدعاء للمرضى. الأخ علي من البغداد، من بغداد سلام الله تعالى عليك. ألو علي، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نور عيني، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف علي لو سمحت، جزاك الله عني كل خير ان شاء الله. اذا ايها الاحبه، انا طبعا سجلت اسمك يا علي، ولكن ارجو من الجميع ايها الاحبه عندما تتصلون فقط اسمعوني من الهاتف، لا تسمعوني من التلفاز، جزاكم الله عني كل خير. فادعوا دائما وابدا عندما تقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وترفعون اكف الدعاء اليه، ابداوا اولا بالمؤمنين، ادعوا لهم. تعرفون كم من المرضى في هذه الليالي يلتمسونكم الدعاء، يسألونكم الدعاء، يرجونكم الدعاء، فادعوا لهم عندما تقفون بين يدي الحسين سلام الله تعالى عليه. الأخ شاهين من بغداد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا نور عيني، تفضل. هلا بيك، بس ممكن نشارك؟ خادمكم الصغير، تفضلوا نشارك بالبرنامج. تفضل أنا أسمعك. السلام عليك يا أبا عبد الله،
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك على أخيك بالفضل عباس. السلام عليك وعلى أرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، السلام عليك، السلام عليك يا أبا عبد الله. ممكن سنة بالدعاء شيخنا. الله يحفظك ويرعاك يا أخ شاهين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجك إن شاء الله. الله يسلمك ويرعاك، وإن شاء الله نراك في كربلاء بإذن الله تعالى، تزور وتطوف وتدعو للمؤمنين ولي أيضا. رحم الله والديك شيخنا. الله يحفظك، شكرا لك وشكرا لاتصالك، الله يحفظك ويرعاك. أنا دائما أتمنى ويشهد الله على ما أقول، أتمنى أن أراكم جميعا بين الحرمين، أن نجلس هنا في هذا المكان المبارك، أراكم ويحضر معنا إمام زماننا سلام الله تعالى عليه، مع إمام زماننا نبكي، مع إمام زماننا نلطم، مع إمام زماننا نسمع منه ما جرى في كربلاء من فمه الشريف ومن أنفاسه الطاهرة، فهو موجود معنا. الأخ علي من بغداد سلام الله تعالى عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل، حفظك الله يا نور عيني. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل أختم عليك بالحسين، أن تدعينا المبارك. خادمكم الصغير يا علي، هاي يعني قسم عليك، يعني أنا خادم صغير شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. الله يحفظك، أشكركم رحمة الله وعدي. حفظك الله ورعاك وحفظ عائلتك وكل من يلوذ بك. أيها الأحبة، في هذه الأيام في رعاية المولى، أيها العزيز في رعاية المولى، أيها الأحبة، في هذه الليالي فلننادي إمام زماننا. لابد علينا في هذه الأيام أن نواسي إمام زماننا، فجراحه تنزف ودموعه تسيل على مصاب إمامنا الحسين، في هذه الليلة على مصاب إمامنا الحسن سلام الله تعالى عليه. فلنشعر بالألم الذي يشعر به إمامنا، إمامنا، نشعر معه، نبكي معه. في هذه الليالي قبل أن تناموا نادوا السلام على قلبك الصبور سيدي يا صاحب الزمان، السلام عليك سيدي. الأخت عاشقة المولى من بغداد سلام عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشار سيدي ومولاي الإمام الحسن عليه السلام، سلمك الباري وعظم الله لك الأجر، ورب يحفظك ويحفظ هذه القناة وينصرنا وينصر حشدنا الشعب ويحفظ العراقيين يا الله. إلهي آمين، وجميع شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، بيت فضله. أتمنى يكون صدركم رحب وتخلوني أكمل القصيدة والشعرية. أنا خادمكم، ولكن حتى لا نبخس الآخرين حقوقهم أيضا بالاتصال، فعلى نحو الاختصار جزاك الله عني كل خير. غيره مو طويلة، معذرة، تفضل. عفوا. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على المرمل بالدماء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام عليك يا سيد الشهداء. إن شاء الله المشاركة مع رقية، وعندي يعني حاجة وأتمنى تقضي السيدة مولاتي رقية عليه السلام بإذن الله تعالى. يقول تقول تناشد أبوها على الطشت، تقول حاجيني أبويا، حاجيني أبويا ودير عينك، هايان عد راسك رقية، أشكي لك يا أبويا وشوفني شلون من بعدك يا أبويا صار بي، أبويا أبويا خلاف عينك دارت عداك وصياط القوم هجارت علي، أبويا البنية إذا مر بيها كل ضيم لأبوها تروح تشكي للبنية، أبويا تذكرني من جنت تحضني يا أبوي واشبك ركبتك باثنين يدي، وتتذكر من جنت أفرش مصلاك وانت بكل حنان الصد علي، وهسه شلون أشوفك وانت بس راس، يا ريت وياك وافتني المنية، يا ريت وياك وافتني المنية. جزاكم الله كل خير وطيب الله هذه الأنفاس. أيضا لا بأس أقول
للأخت، قبل أن أخذ الأخت الأخ رياض، عفوا اسمح لي أيها العزيز، السيدة جود نور الدين عظم الله لك الأجر، وصلت رسالتكم وإن شاء الله أنا سأقوم بتسجيل أسماءكم. تفضل أخي الكريم، سلام الله تعالى عليك. ألو. سلام عليكم. شخبارك شيخنا؟ عليكم السلام يا نور عيني. الله يحفظك، الله يسلمك. عظم الله لك الأجر. والله شيخنا محتاج بس الدعاء مالتك، عندي بنية مريضة. خادمكم الصغير، وهذا الإمام سلموا عليه وحدثوه وكلموه. إن شاء الله. السلام عليك يا أبا الفضل العباس وعلي الحسين الشهيد المظلوم. قضى الله حوائجك إن شاء الله، قضى الله حوائجك، شاف الله ابنتك بحق مولاتنا رقية سلام الله عليها. السلام عليك يا رقية. سلام الله عليك مولاتي. الله يحفظك، الله يسلمك شيخنا. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين يا شهيد يا مظلوم يا عطشان كربلاء. لا تنسى من الدعاء شيخنا، بارك الله فيك. وأنت كذلك، أنا أدعو لك وأنت أدعو لنا جميعا ولجميع الشيعة. وأنا الآن أيها العزيز أنا أقول لكل هؤلاء الذين يتابعون، أيها الأحبة، هذا هو أخوكم عنده ابنة مريضة، وكل المرضى يلتمسوكم الدعاء في هذه الليلة، واجب عليكم جميعا فردا فردا، كل من يسمع كلامي أن يدعو لهم بالشفاء. الأخت زهراء من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام على حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عظم الله لكم الأجر. هذه مصاب الأليم، مصاب الحسين المجتبى، عنديتي مقطع صغير للزهراء، وللزهراء نرك الحزن والحزن ردني قمتك لحدي وطرف ردني، أنا دفعني العدو وعلى المسمار ردني، كسرق العوض ونعم حسين سوي. حياكم الله، حياكم الله، عظم الله لك الأجر. الأخ أبو أحمد من محافظة البصرة، حياك الله وعظم الله لك الأجر، وصلت رسالتك أيها العزيز. أيضا الأخت أم عصومة من ميسان، عظم الله لك الأجر، وصلت رسالتك وعظم الله لك الأجر. الأخ رسول من بغداد، أيضا وصلت رسالتك، واعذرني لا يمكن لأن أجيب على الواتساب. أيضا سهيلة جبر ونورة صادق وزهراء صادق وحسين صادق أحمد صادق علي صادق جعفر صادق صادق شريف نورة عيسى، نورة عيسى وفاطمة أحمد، عظم الله لكم الأجر جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم. نور عبد الجليل محمد، عظم الله لكم الأجر، وصلت رسائلكم. أيها لمياء وغنية ومادة وكريم غريب، عظم الله لكم الأجر جميعا. رسائل واتساب إن شاء الله سأقوم بتسجيلها لاحقا بإذن الله تعالى، فردا فردا وواحدا واحدا، حتى في نهاية البرنامج إن شاء الله أوصل هذه الراية لمرقد مولاي الحسين سلام الله تعالى عليه، وأسأل الله أن يقضى لكم وتقضى لكم جميع الحوائج ببركتهم سلام الله تعالى عليهم. إذن أيها الأحبة، هذه الأيام أيام مصيبة وأيام بلاء وأيام مواساة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك في كل لحظة ناجوا الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، عزوه واسوه، لعلنا نمشي في مكان ما ونصادفه ولكننا لا نعرفه، لذلك دائما واسوه وعزوه. الأخ محمد من كركوك، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. حياك الله أيها العزيز. ممكن نشارك الزيارة؟ نعم يا نور عيني تفضل. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي فضل العباس، عليكم من السلام إنه عبد ما بقيت الليل وبغى الليل والنهار، وشيخ أنا تنسان الدعاء إن شاء الله أدنى مرضى. حفظك الله يا محمد، حفظك الله، وأنا كذلك أحملك الدعاء. ولبيك يا حسين، ولبيك يا حسين، ولبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، جزاك الله عني كل خير، وأنا أحملك أيها الأحبة، أحملك أنت وكل من يسمعوني دائما وابدا، احملكم الدعاء لكل المؤمنين والمؤمنات في هذا العالم، كل من يوالي علي بن ابي طالب، ادعوا لهم، ادعوا للمجاهدين المرابطين، ادعوا للمرضى، كل الشكر لكم دائما وابدا. هذا الدعاء لان دعاء المؤمن في حق اخيه المؤمن مستجاب، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه واله، فلنناجي وندعو ونواسي، وبالخصوص كما قلت لكم مرارا وتكرارا امامنا المغيث سلام الله تعالى عليه، نادوه ودعوه سلموا عليه،
عزه في هذه الليالي، ابكوا معه. عندما تذكرون إمامكم المهدي اعلموا أنه يبكي في هذه الليالي، هو جالس يبكي. ولعله في هذه الليلة هو في حضرة مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، هو حاضر هنا، أو هو عند أمه فاطمة. الأخ قاسم من الديوانية، سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام الحبيب. حياكم الله، تفضل. أنا قاسم من الديوانية. أنا عم أكرم، تفضل أخي قاسم. عظم صاحب العصر والزمان باسم شاب مولانا الإمام السلام عليك يا أبو عبد الله الإمام الحسين، السلام على أبو الفضل العباس، السلام عليك يا سيدة زينب. بارك الله فيك. تفضل. الجزائر لو زرت عباس وحسين أريد الدمع منك يترس الحضرة. الله. صدقني الدمع لو صدقني الدمع بالحضرة لو طاح يشبع لك بالقيام فاطمة الزهرة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك شيخنا مثلك والدعاء. وأنا كذلك أخي قاسم أسألك الدعاء دائما وأبدا لي ولجميع شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تأخذ بأيدينا أمنا فاطمة في يوم القيامة، تلتقطنا كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، تلتقطنا، تحامي عنا، تدافع عنا، تشفع لنا يوم القيامة. كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. لهذا أنا أقول بعد أن أستقبل الأخت العلوية أم حسين سلام الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم وأجورنا بمستاذ سيدي مولاي الإمام الحسن المصطفى عليه السلام. عظم الله لك الأجر سيدة. أحسن لكم العزاء، الله يحفظكم. عندي حاجة سيدي مولاي أمانة توصلوها الإمام الحسين عليه السلام. نحن بالخدمة إن شاء الله. ابني مريض وإن شاء الله أريد تدعو له بالشفاء العاجل، وإن شاء الله يشافي كل مريض بحق الإمام السجاد. إلهي آمين، إلهي آمين، بحق محمد وآل محمد. رحم الله والديكم، نسألكم الدعاء شيخنا، الله يحفظكم. حياك الله سيدة، حفظك الله ورعاك أنت وعائلتك إن شاء الله. وأنا أقول لهذه السيدة الأخت أم حسين ولكل من اتصل عندهم مرضى في هذه الليلة، نتوسل جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يشافيهم ويعافيهم وأن يلبسهم لباس الصحة والعافية. أقول لسيدي ومولاي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، سيدي أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. لذلك أيها الأحبة نحن نبكي لبكائهم، نبكي مواساة، نبكي لبكاء إمامنا صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه. إذن أيها الأحبة فقط اسمحوا لي أن أخذ بعض الاتصالات. الأخ مسلم من العراق من النجف الأشرف سلام الله على ساكنها، وصلت رسالتك أيها الحبيب. شاهين من بغداد وصلت رسالتك وعظم الله لك الأجر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ألتمسكم الدعاء للذرية، عمري 40 سنة ولم يرزقني الله أطفالا. أقول لكل من يطلب ذرية ارفعوا أيديكم للدعاء وقولوا في هذه الليلة: إلهي بحق محمد وآل محمد عليك، إلهي بحق إمامنا الحسن المظلوم الغريب صاحب القبر المهدوم، إلهي بحق الحسين المظلوم المذبوح بأرض كربلاء، بحق أمير المؤمنين ساكن النجف الأشرف، بحق أمنا فاطمة سلام الله تعالى عليها صاحبة القبر المخفي،
التي لا يعلم أين قبرها إلا إمام زماننا سلام الله تعالى عليه، ولعله في هذه الليلة حاضر عندها يعزيها ويواسيها بمصاب إمامنا الحسن سلام الله تعالى عليه. أقسم على الله، أقسم على الله سبحانه وتعالى بهم بالعترة الطاهرة الذين قال فيهم رسول الله: أهل بيتي من تمسك بهم نجا، ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يا رسول الله، تمسكنا بهم ونجعلهم في هذه الليلة وسائلنا إلى الله سبحانه وتعالى، وندعو اللهم بحقهم عليك إلا ما رزقت كل طالب ذرية، ذرية صالحة مؤمنة طيبة طاهرة. اللهم كثر شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، واحفظهم وأيدهم وسددهم. وأيضا ندعو لهؤلاء المجاهدين المرابطين الحماة حفظهم الله، ونصرهم على أعدائهم، وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين منصورين، وأعداؤهم مذحورون مخذولون إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، الأخ، حتى لا أبخس هؤلاء الأحبة الذين يرسلون على الواتساب، كذلك أقول الأخ علي من البصرة، عظم الله لك الأجر، ووصلت رسالتك من السعودية. السلام عليكم، نسألكم الدعاء والزيارة، حفظكم الله، وإن شاء الله سوف ندعو لكم من العراق الشريف. يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، عظم الله أجوركم بهذه المناسبة الأليمة، أسألكم الدعاء وأنتم في حضرة المولى سيد الشهداء، أرجوكم لا تنسوني من الدعاء، أعاني من ضعف في النظر ولم أجد طبيبا لها. توجه إلى أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه: ففي كربلاء أطفأوا عينه، ظنا منهم أن الشيعة لن يبصروا بعد ذلك اليوم، فأبصرنا، فليأتوا إلى كربلاء، وليأتوا إلى كربلاء لينظروا إلى عظمة العباس سلام الله تعالى عليه، ولينظروا إلى عظمة الحسين سلام الله تعالى عليه. لذلك أقول لك أيها الحبيب، أيها العزيز، توسل بالعباس وقل له: سيدي، بحق تلك العين التي انطفأت حتى نرى ونبصر النور إلى يوم القيامة، بحق هذه العين أقسم على الله أن يشافيني ويعافيني، وإن شاء الله ستحظى بما تريد، ثم تأتي إلينا مبشرا بإذن الله تعالى. وكذلك كل طالب ذرية. زهراء عمار من واسط أيضا: أيها الأحبة، من العراق الشريف، من العراق الشريف الأخت أم أحمد، هناك رسائل كثيرة ترد، وأيضا إن شاء الله حفظكم الباري، إن شاء الله يوم غد مع الأخوة في صفحة التواصل الاجتماعي في صفحة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، أيضا سأكون بخدمتهم وسجل أسماءهم الشريفة أضعها هنا. أيها الأحبة، أينما كنتم في هذه الليلة وفي هذه اللحظات، قبل أن أتوجه إلى مولانا الحسين سلام الله تعالى عليه، معزيا نيابة عنكم جميعا ومواسيا وداعيا لكم بقضاء حوائجكم، أنتم ادعوا في هذه الليلة وقولوا: اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المقوية سلطانه، بحق محمد وآل محمد، إلهي بحق الحسين الغريب، ارزقنا زيارة الحسين في هذه الدنيا في هذا الأربعين بالتحديد، ارزقنا زيارته ووفقنا لخدمته، واجعلنا من أنصاره والآخذين والطالبين بثاره مع إمام زماننا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأحبة، في آخر اللحظات أقول لكم: ادعوا الله سبحانه وتعالى لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، هذا واجب عليكم، ادعوا لهم جميعا، وإن شاء الله ألتقيكم يوم غد بنفس هذا الموعد بإذن الله تعالى في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، أراكم على خير إن شاء الله. ولا تنسوا خادمكم محمد جبريل من دعائكم الصالح لي ولوالدي، عظم الله أجوركم، أراكم يوم غد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.